الجاهزة مترجمة إلى اللغة العربية. استدعاء الجار القديم لحفل عيد الميلاد. رسائل للمستوى B1 أو A2 استعدادا لامتحان تلك. في هذا الدرس سوف نتعلم سويا كيفية كتابة رسالة دعوة باللغة الألمانية تستدعي فيها جارك القديم لحضور حفلة أو حفل عيد ميلاد ابنك الصغير أو ابنتك الصغيرة. هذا الامتحان يتكرر بكثرة في امتحان تلك للمستوى B1. الموضوع باللغة العربية: سوف تحتفل بعيد ميلاد ابنك أو ابنتك وتريد استدعاء جارك القديم وعائلته لحضور الحفل. اكتب رسالة قصيرة تستدعيه فيها. اكتب حول النقاط التالية: سبب الكتابة، متى يكون الحفل، إمكانية إحضار العائلة معه، وصف الطريق. هذا الموضوع أو السؤال باللغة الألمانية: كوندي شرايبن، سبب الكتابة، فان استيفايا، متى تكون الحفلة، كان زاين فاميلي ايلادن، يمكنه جلب عائلته أو استدعاء عائلته، فيك بشرايبون، وصف الطريق. زاجي ايرت هير شميت، هيرميت مشت ايش زي تو جيبورتستاغسفايا ماينس زونس احمد ايلادن. عن طريق هذه الرسالة أو عبر هذه الرسالة أريد أن أستدعيك لحفلة عيد ميلاد ابني أحمد. Diese Woche hat mein Sohn Geburtstag. هذا الأسبوع لدى ابني عيد ميلاد، أو هذا الأسبوع هو عيد ميلاد ابني. Er wird 14 Jahre alt. سوف يصبح 14 سنة. Wir wollen eine kleine Geburtstagsfeier machen. نحن نريد القيام أو تنظيم أو عمل حفلة عيد ميلاد صغيرة. Ich habe schon Getränke gekauft. لقد اشتريت المشروبات. An diesem Tag werden meine Frau und ich Kuchen zu Hause backen. في ذلك اليوم سوف أقوم أنا وزوجتي بعمل كيك und Spezialitäten aus meiner Heimat kochen. وسوف نقوم بطبخ مأكولات تقليدية من بلدنا. Das wird ganz schön sein. سوف يكون الأمر ممتعا للغاية. Das wird ganz schön sein. Unsere Freunde, أصدقاؤنا، نخبان، جيراننا، und Bekannten، ومعارفنا، werden auch kommen. سوف يأتون كذلك. Die Geburtstagsfeier findet an diesem Samstag ab 18 Uhr in unserer neuen Wohnung statt. يعني حفلة عيد الميلاد سوف تقع في الزمان والمكان التالي: يوم السبت، هذا السبت، ابتداء من الساعة 18 في بيتنا الجديد أو في شقتنا الجديدة. Sie können gerne Ihre ganze Familie mitnehmen. يمكنك بكل سرور أن تستدعي كامل عائلتك أو تجلب معك كامل عائلتك. Meine Frau und ich würden sehr freuen, wenn Sie kommen können. زوجتي وأنا سوف نكونان أو سوف نكون مسروران جدا إن أتيت. Unsere Wohnung liegt am Marktplatz. بيتنا يكون في باحة السوق أو قرب السوق المركزية. Sie können den Bus Linie 2 Richtung Innenstadt nehmen. يمكنك أخذ الحافلة رقم 2 المتجهة أو في اتجاه وسط المدينة أو المتجهة إلى وسط المدينة. Nach zwei Stationen steigen Sie aus. بعد محطتين يمكنك أن تنزل من الحافلة. Wenn Sie am Marktplatz sind, عندما تكون في باحة السوق، يمكنك الاتصال بي أو اتصل بي. Dann rufen Sie mich an. Ich komme zu Ihnen. سوف آتي إليك. Ich komme dann zu Ihnen. Sagen Sie mir bitte Bescheid, ob Sie kommen werden. أرجوك أو من فضلك أخبرني إن كنت سوف تأتي. Liebe Grüße
تحياتي الحارة يا ألتون أخبار جارك القديم. يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني وتعلم هذه الرسالة، قراءتها وشرح الكلمات التي لم تعرفوها وحفظها عن ظهر قرب. إلى اللقاء في دروس قادمة.